بلا تعويض لا ترقية ولا إصلاح لا تنمية، لا 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 تعويض لا ترقية ولا إصلاح لا ترقية، لا إصلاح لا تنمية. نقف الآن هذه اللحظة بناء على البرنامج النضالي الذي اصدره التنسيق الثنائي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب وجمعية الحراس العامون والنضار والجمعية الوطنية للحراس العامين والنضار ورؤساء الأشغال، ونقف وقفة احتجاجية ردا على تماطل الوزارة وعلى مجموعة من الخروقات التي شابت هذا الملف، أي ملف الإدارة التربوية الذي عمر طويلا منذ 2011 وهو يراوح مكانه، حيث أن السيد الوزير دائما يقول في خرجاته الإعلامية وفي لقاءاته مع المديرين أن هذا الملف قد طوي، لكن لحد الآن لازلنا لم نتوصل بالمرسومين اللذان سيحلان هذا المشكل، المرسومين ديال الإطار وخاصة بالنسبة لا للإسناد ولا للمسلكيين. إذن هذا الملف هذا عمر طويلا، وخاصة أن هذا الإطار هو الذي سيحدد المهام التي سيقوم بها المدير، فنحن نعمل الآن تحت ضغط، كل مهمة لم يجد المدبرون أو الساهرون على الشأن التربوي من يدبرها تسند إلى المدير، تسند إلى المدير نظرا لأن هذا الإطار هذا غير محدد، أي إطار تحديد المهام للسيد المدير. فمجموعة من الإعفاءات، ومؤخرا تم إعفاء مدير بمسائل لا يتحمل مسؤوليتها، ومن هنا لا بد من تحديد إطار لعمل خاص بالمديرين وهيئة الإدارة التربوية. ما تعيشه المؤسسة التعليمية الآن من تدهور فهو راجع إلى انعدام التأطير الإداري والتربوي، فمجموعة من المؤسسات الآن فارغة من الأطر الإدارية والتربوية والأطر المساعدة. وشكرا لجريدة أنفاس التي تواكب هذه المحطات في منذ بدايتها، ونشكر هذه الجريدة على مواكبتها للشأن التعليمي وللشأن النضالي كذلك لجمعيتنا، وشكرا. تحية لهذا المنبر الصحفي. دواعي الوقفة اليوم كانت هو تنزيل البرنامج النضالي الذي وضعته جمعيتان، جمعية المديرين ديال الثانوي وجمعية الحراس العامين والنضار، وهو برنامج ابتدأ من يوم 2/3 و12 و17 واليوم 19. عندنا مجموعة ديال الوقفات، هذه إحداها أمام المديريات، ثم سيأتي من بعد وقفة أمام الأكاديمية. دواعي هذه الوقفة كما يعلم الجميع وهو المظلومية التي تعاني منها الإدارة التربوية، وهو التسويف في إخراج المرسومين اللذين ينصفان شيء ما، لدينا يصفان شيء ما الإدارة التربوية. وكما تعلمون فإن وزارة التربية الوطنية قد وعدتنا منذ 2019
على إخراج المرسومين، ولكن لا زلنا في تسويف إلى أن تحدث السيد وزير المالية والإصلاح الإداري ونفى أن يكون عنده أو لدى مصالحه أي مرسوم. خرج كذلك وزير التربية الوطنية في اللجنة تاع التعليم بالبرلمان لشرح دواعي قول السيد وزير المالية، ولكن لحد الآن لم نرى أي شيء، لأنه لن يهدأ لنا بال حتى ينزل المرسومان في الجريدة الرسمية ويتم إنصاف جميع فئات الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا، وكذلك الذين المتخرجين في سنة 2015. لهذا فهذه الوقفة لن تكون هي الأخيرة، هذا فقط هي الوقفة قبل وقفتين، وسندخل في الشطر الثاني من نضال من أجل تحقيق مطالبنا، وشكراً.